أنا من بدأت خطواتها الأولى بتأن وصنعت لنفسها وهجا، واسم جاوز الحدود. أنا الرائدة في مجال الإعلام، فكنت السعودية الأولى خارج حدودها وعلى الشاشات. أول سعودية تظهر على الفضائيات العربية وعلى شاشة الام بي سي، وعبر البرنامج كان علي أن أمثل بلدي. المسؤولية كانت حقيقة كبيرة، لكن الجو اللي تولد حلقة بعد الثانية بين المذيعات وفريق العمل والتواصل غير المسبوق مع المشاهدين من خلال برنامج نواعم. وفي ذلك قدمت نموذجا رائدا ورائعا، وفي مجالات التعليم ودعم الإنسان أيا كان وفي أي مكان، صرت أيقونة لا تنفك عنها الإشادة. Women need the support of society in order to succeed. فملأت صوري دوريات ومجلات حول العالم. ما في وقت متأخر لتحقيق الأحلام، الأحلام موجودة. وحزت التكريم والاحترام من شتى البلدان والشعوب. أنا رمز المرأة السعودية القوية المستقلة والمؤثرة وقدوة أجيال متتالية. أنا مناوب.